ودائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر قصه وقعت لابن حجر العسقلاني، كان قاضيا في مصر، وكان قد ركب عربه يجرها الحصان، فاوقفه زيات يهودي يشتغل بالزيت وتوسخ ملابسه، قال: اما يقول رسولكم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر؟ قال: بلى. قال: فاها انت في جنه وانا في هذه الدنيا في فقر وزيت. فقال له ابن حجر، القصه دائما اذكرها ابن تيميه رحمه الله الشيخ ابن تيميه اكثر مره، يقول: فقال ابن حجر: انا فيما انا فيه بالنسبه للاخره في سجن، هاي دنياي هذه وحصان وعربه وكذا، هذا بالنسبه للعيم الاخر، نعيم الاخره ولا شيء، وانت بما انت فيه من نار جهنم في جنه. واضح شلون كيف رد عليه؟ فسبحان الله، الدنيا المسلم مقيد فيها، يقيد حتى العرف، يقيد حتى العيب، يحرص على ما فيه مروءه، حتى لو كان شيء ليس من الحرام لكن ليس من المروءة. ايش معنى المروءة؟ المروءة خلق يحمل الإنسان على أن يتقيد بأشياء لا تعيبه، ما يظهر بأي لباس ولا يتمدد بأي جلسة أو أي اضطجاع ولا يتلفظ بألفاظ ولا يرفع صوته، فإن ايش أنكر أصواتي لصوت الحمير، ولا يتلفت كثيرا، ولا يعني المؤمن حتى يحرص حتى على المروءة فضلا عن الحرص على التقوى. فمن حرص على أن يتقي الله ويستقيم على أمره ويحافظ على مروءته وعلى أخلاقه وعلى سمعته وسمعة أهله، سيكون هناك حينئذ عليه قيود كثيرة، ولا لا، وأي كلمة تتكلم، وأي أثر تصرف، وأي فعل تفعل، وأي طعام تأكل. فهذه القيود التي هو التزمها من أحكام الله عز وجل قيدته، فذاك سمى النبي صلى الله عليه وسلم دنيا المؤمن أنها سجن. وذاك الكافر الذي لا دين ولا خلق ولا مروءة فرط في كل شيء، فكأن دنياه هو إيش؟ جنته، فلا يبالي، يفعل ما يشاء.